انت متحمس قوي طول الوقت، بتجيب حماسك ده منين؟ من حبي لبلدي. يعني طول الوقت انت متدفق في انك انت تتكلم وتحرص انك تيجي مصر بسبب او من غير سبب. صحيح وطنك تيجي زي ما انت عايز يعني، بس تحرص على انك انت تقول للناس، عايز تقول للناس طول الوقت. معلش عشان تقول للناس. مين اللي علمك الحكايه دي؟ ده من والدي الله يرحمه. كان يقولها قوي ويعيدها. يقول لك ايه؟ من يعلم، هو كان ازهري كان بيتكلم باللغه العربيه الفصحى. يعني انت كل ما تتعلم حاجه انا قاعد تيجي عايز تقولها. يقول لك ايه؟ يقول لك من يعلم فعليه ان يعلم الناس، والا فلا نفع في علمه. مظبوط. ما علمك انت هتخليه لنفسك، يبقى ولا احنا عارفين ده بايه ده، يبقى ولا مفيش نفع فيه. فمن يعلم فعليه ان يعلم الناس، والا فلا نفع في علمه. يبقى اي واحد اتعلم حاجات كويسه لازم غصب عنه عشان يرضي ضميره ويرضي الخلق انه يعلم كل الناس. اصل مصر خرج منها يعني ناس كتير جدا في شتى المجالات، وكان ليهم اماكن كتيره جدا في العالم، وما زال العالم كله، في المانيا في ناس، وانجلترا في ناس، وامريكا طبعا في ناس، وفرنسا، وكله في ناس قاعد التهاتي، يا اخوانا اعملوا، يا اخوانا اعملوا، ما حدش عمل حاجه. ف مش وهم معذورين، ما بلومهمش على فكره. يعني لا اعاتب احد فيهم ولا انا لانه قالوا مئات المرات. لكن فاروق الباز لا ياكل ولا يمل. الحماس ده البني ادم ازاي يستدعيه؟ خاصة حين ما طبعا الكمال لله وحده، لكن في شخصية انا يعني اراها انها يعني تمام، يعني مثلا الله يرحمه الدكتور زويل مثلا، جاهد وعمل وعمل واخد جايزة عظيمة. فانت كدكتور فاروق الباز حققت اكتر مما تصبو لي، انا موافق طبعا يعني. طبعا 100%. خلاص تمام، لكن انت مش تمام برضه. لان انا بشوف، انا نظرتي انا للشعب المصري والولاد اللي بتوع اللي في الجامعه هنا كده، انا شايف ان دول غلبانين ومتهببين على عينهم، ولا حد بيعابرهم، ولا حد بيقول شويه عيال. وانا عارف ان دول هم ممكن يعملوا البلد دي عظمه. الولاد المصريين اللي خارجين من المدرسه دي، طالعين من الجامعه، ولا عنده شخصيه ولا عنده كذا ولا عنده، لانه متهبب على عين. انا لو خدت الولاد دول وصنفرته ودعمته وقلت له ده انت هايل ويعمل كذا، يعمل البدع، ما انا واحد منهم. ما انا جاي من ايه؟ ما انا كنت عيل زي طالع من جامعه عمشان، زي اللي هناك، العيال اللي هناك دلوقتي. كل العلماء اللي طلعوا بره من مصر كانوا مخرجين من الجامعات المصريه. كل اللي متعلمين هنا. وانا متعلم، بس خدت فرصه ان انا اعلم نفسي واجتهد. فانا لو جبت الولاد دول قلت لهم تجتهد عشان تعمل ايه؟ ورينا كده جدعنتك. ولا البت اللي شغاله دي، بدل ما انا اقول لها تعالي تكممي، حط البتاع ده على وشك ما تبينيش وشك، اكممهم كلهم. نساء مصر كممها، شوف نساء مصر كانت زمان ايه؟ ملكات مصر. كان عندنا 18 ملكه كانوا ماسكين البلد، ماسكين، كانوا بيقولوا الاوامر للجيش. نساء مصر بتوع ده، اقول لها اقعدي في البيت ما تفتحيش بقك، خبي يا بنت خبي. ليه ما انا خلي العيال اللي معانا معلمهم الدنيا والجامعه، شجعهم وقول لهم ده انتوا هايلين هيعملوا البتاع. فلازم يكون فيه يعني ثقة بشباب مصر. ما فيش، هما بيتشتموا طول الوقت. يس. يعني طول الوقت الناس بتشتم فيه، يقول لك العيال بايظة ومش نافعين. وبيبوس لما يقول له أنت بايظ وأنت متهبب على عينك وأنت غبي. هيعمل إيه تفتكر؟ هيتعلم، هيعمل كده زي ما. ما بفضل للواد أنت حمار، أنت حمار، هيطلع يعني. وهو بيمشي كده في الشارع جنبه خايف إنه يعمل، وهو مش متعلم. هو نجح في امتحان إلا عشان اشترى الملازم، عشان يشتري الملزمة، عشان يعرف لما السؤال يجي يقول الجواب بتاعه ازاي. هو لم يتعلم، هو عرف ازاي يعدي في الامتحان. يعني حضرتك لما تمشي في الشارع كده تلاقي شوية شباب 16 و17 و18 بيعملوا سلوك وحش، بتعذرهم لانهم مش فاهمين. طبعا ما هوش فاهم، غلبان، ما اتعلمش. ده راح مدرسة المدرس اللي كان بيقول له لما لو جيت تدي تاخد دروس خصوصية هنجحك، هخليك تنجح، اما جبت ليش فلوس عشان دروس خصوصيه مش هتنجح. فالواد اللي ما عندوش فلوس ده هيعمل ايه يعني؟ اللي ما يعرفش يعمل في دروس خصوصيه. ما هو دول ممكن انا اكون واحد منهم. ايام علي انا ابويا كان عنده 9 عيال، ما كنت طبعا مش هيعمل لنا دروس خصوصيه، ولا عمرنا سمعنا بيه. انما ان احنا كنا بنتعلم. كنت طلعت في زمن زي ده؟ طبعا كنا نروح الربع نتعلم، بنروح المدرسه عشان نتعلم، فكنا بننهل من العلم والمعرفه لان دي شغلتنا. واحنا بنروح الاساتذه بتوعنا بتوع الجامعه كانوا بيعلمونا. يعني انا بقول لك راسي كانت براس اي واحد خريج جامعه في امريكا، لان اساتذتي معلمين. عشان كده كانوا يسافروا بره يكملوا العلم بتاعهم.